إذا عمرك بيستذكر كشاف النوكي، الجوال كشاف، اشتريناه في لغة أهل غزة ب30,000 شيكل. هاي اللحظة كانت عندي كمية قهر لا توصف. رنيت كمان قال لي ولا تخوج، كنت أقسم بالله أخوك محمود والعلامة اللي بجسمي كذا كذا كذا. قال لي احكي. قلت والله العظيم محمود ابن زليخ، أنا في السجن أخوي، اسمعني اسمعني، اوعى تسكر الخط، اوعى تفكر حدا يمزح عليك. صار عيط، قلت محمد اوعى تسكر الخط. قال لي خلص محمود اوعى، انا محمود احكي معك من السجن، معاي بالضبط 4 دقائق ونص. طبعا ما فيش وقت مستقطع، بتاخذ الاربع دقائق ونص ان شاء الله، مين ما رد عليك ومين ما ردش. بتطلعوا لك على الساعه، مجرد ما خلصوا الاربع دقائق ونص بحكوا لك ايش اطفي، لانه في غيرك تستنى يسحب الجوال عندانك وبده لواحد ثاني. الأسير بتحول لمخترق. احنا في عنا مري، والمري ممكن تكون مكسورة، وعنا مساطر، حط شكفة مراية سنتي في سنتي ونحطها، نطلعها من الشباك، مرة هيك مرة هيك مرة هيك ومرة هيك، نشوف السجان لما يجي من هون ولا يجي من هون. بقول محمود انا صار لنا 3 سنين متزوجة. احنا ضحكنا هي ضحكت معه وكلمنا، بس هي بتعرفش في الكلمتين هذلون شو صار فيي جوا. صرت احس انه خلص انا هون ميت، من هون لا بدي اموت من هون، لحد ما اجى موضوع الخطف. الغرفة عندي مليانة مؤبدات واحكام عالية و20 سنة و25 سنة، ايش مقضي 10 سنين؟ ايش ال 10 سنين مقابل ال 30 سنة؟ الأسرار اللي بده يفرج عنكم حرروا، يعني جهزوا أنفسكم، بدي أحكي الأسماء. فحكى اسمي وحكى اسمه، حكى لي كلمة انتقص من فرحته 80%. قال محمود دحبور قروش لعزة، أنا بفهم عبرني، مطرود مطرود على غزة. فأداني جوال، قال لي خلي هذا الجوال معك نتواصل معك فيه. كان معنا جوال يا أستاذة نوكيا اللي كله زراير من تحت، ما كنتش أعرف لما تيجي المكالمة إيش أسوي. كان يجيني هيك دويرة وهيك دويرة، يجينا على بعض يعني اتصال باللي بعرفه اليوم، ما كنتش أعرف أفتح الخط، مش عارف اللي وحاط الجوال اللي بحكي له رد على الخط ما وصلنا الكتيبة، ما بعرفش أفتح الجوال. بتطلع فيه مسكني من وجهي، قلت له اخوك سامر. رجعته لورا زي هيك، صرت صار عندي شكك انه كل اللي بيصير، الاسماء اللي اجت ومطرود على غزه والصليب الاحمر كله حلم او كذب، او انا يا انهبلت يا صار عندي هوس اني بفكر وانسجمت مع التفكير. بس يا عمي لا، لا في شيء ملموس، حضني حضنته بكينا، وانا حاضن فيه. بتطلع في السيارة زي ما بتطلع فيك، في سيارة قبالي، في شخص بيشبه أبوي، بسم الله العظيم. عادة سامر هيك بقول له مين هذا؟ لما بقول لأبوي مش قادر يوقف لما شافك، قاعد في زيارة نسيبي مش قادر يوقف على إجريه، بيبكي بمسح دموعه، وأختي جنبه بتعيط. أنا هون عقل بطل لي مرة. لما صحيت من النوم في فوق راسي مروحة، خفت كيف لما تصحي بكبوس، بسم الله. ما صحيت قلت له حضر حضر جبت لك يا ست ما تقوليش وين انا؟ لكن انت عند ناس مستضيفين، احكي لي شو تقول لي محمود انت مش بالسجن، احكي لي انا وين؟ احكي لي محمود استهدي بالله استهدي. هذا كله بحكي لك اياه، حسيته عن 10 سنين انه اختي بتعطيني مي، بتطلع ابوي نايم جنبي واخوي نايم جنبي، وصار يجي معي ذاكرة امبير، ايش اللي بصير؟ بتحكي لي محمود احنا عند ناس مستضيفين لما تصحى الساعة 7 الصبح. واستمرينا وهيتنا نستنى في الحرب اللي جاي، ما بين حرب وحرب غزة. والله العظيم اسمع، انا اليوم تواريخي مع زوجتي ومع اولادي بحكيش في سنة 2017.
يا ايام حركه زي ايام الدار الفلانيه. طب لما ايام الدار الفلانيه عشنا فيها 4 سنين، فبحكي لها لزوجتي ايام ما اغتالوا ابو العطا، ايام ما اغتالوا نور بركه، هيك توريثنا على الشهاده والاستشهاد.